ولدي كرامي وين؟ اشنو هو باش تعمل لي كي مرت خوك كاميليا؟ مرتضى شكيت بيك على عدنان والحاكم اليوم الغدوة يعيط لك ويبحثك في محاولة قتل. ما تخلينيش نزيدك قضية محاولة اختطاف. اختطاف شكون؟ فات البنت عدنان. اش بيها؟ ولدك مخبيها عنده. ربي يهديك سي عصام. توا التهمة متاع القتل تهمة معتبرة. أما اختطاف وتفوريخ مش جوي هذا. ما تطيحش من المستوى لنطردك من الدار. مرتضى هني خارج مش لازم تطردني. أما هني نقول لك وكان تصير حاجة الفاتن ولا تطلع أنت ورا اللي صار لعدنان حتى لو كان يحطوك في الحبس إلا ما نبعثه يشكون يقتلك ويجيب لي دمك نشرب منه. تشرب لي دمي وليت فامبير أو بوزيتيف أنا. باهي مرتضى باهي تو نشوف شكون يغلب. علاش تهدوا على بعضكم الكذب؟ اش تعمل؟ الراجل فيك يتقدم ويفرغ المغسل في قلب صاحبه. نحي من يدك. اقعد غادي لنتير عليك، اقعد غادي. عصام شد اخته ورتح لي من بلاه. اش بيك هبلت؟ نحي من يدك يا عيشك. اقعد غادي قلبي. عصام اقتله. عليه؟ ايش عملتك؟ تعبتني، دمرت لي حياتي. شوف البغض نتاعك والحقد اللي وصل. عليه ايش عملتلك؟ عليه؟ يا وسيلة الرحمة نحي. ابعد لي. هاي الحمد لله عليك. يعيشك. وينو مرتضى؟ حتى واحد بيعرف لي انتي هوني بعد ما نخرج كلمه كنت حب. عصام كنت حبني بالحق سامح. انا سامح اما نعرف خوك ميسامحش. ميسيلش انتي سامح وش يهمك فيه؟ أمان فاتن ما تقولش لي أنا جبت لك الروبة عايش أختي. والله أروى تطردني. تيز يا أمان خولة يخش بيك. ما حسيتني لينا نعم في حاجة غالطة. ملاش تسميه عرس من غير أهلك وماليك فاتن. ربي خليني كان جاوي يحبوني رام خلوني نختار حيتي كما نحب. تغزر أغزر كيفاش نتبت لي رقبتي نورمال هكا؟ شو عمل شا تحب إما ما تجبدنيش ماني أختك. بيه بيه ما تخافش. ما تخافش والله ما نجبتك. ما اسمعني هكا كنويت نهار هكا تعرس بالسرقة. قل لي والله ما تلقى كان رجال صاحبك راجل رأى. يعطيك هاني سبقتك أنا. بيه يا سيدي على بركة الله. سامحني عدنان اللي صارك كله تحت راسي. كمال مجرم ونعرف يعملها. المشكلة مش بنجم نشدو عليه حتى بخاف. كالعادة يعمل عملته ويمنع. كملت؟ كملت. جوست عندي كلام حبيت نقوله قلتهولو. Thank you.
أروى؟ وي. ما كلمتكش فاتن؟ لا. اي ما تعرفش وين تمشي ورامي في العاده؟ يمشي يستادوا في الغابه. نهارين يستادوا امبوسيبل. شو ما عادش دخلني في مشاكلكم به؟ ماهيش صغيره تعرف شنو تعمل. ابخي توش مزيل بابا يخرج من كلينيك لابيس نمشي للدراجي نرتاح منكم. ارو يا اخي بالحق باش تاخذ كل اكل هذاك خير منك به. وما هو ما عندوش الكذب والزيد ويحبني. شو نحب اكثر من هكا؟ انت تحبوه. فك 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 فك. اروى في الحوايج بتاع ابوك اللي روحت بيهم ما لقيتش مفاتة؟ ما لا لقيت كان تليفونك. هاو لا اسامه فما شيء جديد على فاتن؟ اعمل بلاغ ذي تشبيه لتو يا اخي. تقاش فروه قاعد يحكي معاه. دوماج قصاهم. تخافش عليهم تو يرجعوا لبعض. يحبوا بعضهم بالحق. غير برك المشاكل اللي صارت هي اللي بعدت. تو كبار العائله يعملوا عقلهم تو هما بيدهم يرجعوا زاد. ان شاء الله. في وينك يا اسامه نستناو فيك. بصت مانيش ماشي. عليه؟ تو اروى قالت لي مشيو يصادوا في غابه. وين باش نلقاهم احنا؟ اللهم كلم فرقه من الجيش جيت مش جبل بكله. اي تبارك الله تبارك الله على رجال دار القادري. بنت عمهم ضايعه هما محلقين في الجنينه. تو كنا ماشيين. ليه علاه مزروبين زيدوا اقعدوا. بربي قول لي شو تحبونا نعملوا بالله؟ ها؟ انتم تغلطوا تتعاركوا والمصايب تجي على رؤوسنا وتحبونا نزيدوا احنا نحلوا المشاكل؟ اي والله قلت الحق تشا داير غبوك راس المشاكل وينو؟ هاوك داخل برال. عصام عصام انت فخاري كسر بعضه. عصام عصام ويني بنتي؟ عصام القاضي يخرج كانك بنروح. منيش مروحة منيش مروحة من هوني لما تصلح الغلط نتاعك الكل. عائلة كاملة شرتها جوت الطمع نتاعك. تجي قطعة أرض ميلا حتى معنى اللي حرثتها اللي خدمت فيها جرتها. أنا طلقت ولدك الأول هج من وجهك. ولدك الثاني مسكين كان لبس عليه يقرأ على روحه تلمع مثل الفضايح ما عادش ينجم يوري وجهه قدام العباد. ومن بعد؟ عجبك وين وصلتنا؟ ها؟ طفلة ضايعة والأخرى والأخرى بجديع في جرة ولدك؟ كملت التروح نتاعك؟ إي والله تفرحت. هكا هاو أنتم ولاد القادر يا عاد ما معروفين كيف كيف خوك كي توحلوا تغبروا. أنا أنتو كابتي نعرف كيفاش نلقاها. عيد عليك مشي قدر. تعرف كم جيتش وحدك راني طلعت عملت لك سربريز انا؟ ليه عاد؟ انا لازم نعمل سربريز لاحلى بابا. انت صار سابع عقد اقدر ترتاح. ميرسي عايشك. تهنى بنتي كلمت لك شكون؟ من غدوة تبدا في لي كونسلتاسيون تاعك. جبت الدوسي؟ اي بيان سور عندي كل شيء. ربي سهل. يا اخي وين ورامي؟ اون ميسيون ورامي. انا ميسيون؟ توك يجي يقول لك نتصوروا شيخ توا. سعدي شنو طيبت لنا؟ مقرونة محرحة كيما تحب انت. الحق كمان زيد شوية ملح. ملح ملح ملح. كيفاش هذا؟ هكا هاي كهو يزيك حرك واحد.
شنو يزيك؟ لا فيت وربحت. تو تو عايش حالك؟ لا مهبولة. رامي رامي يا اخي باش يقولوا الطفلة تحسبوها شبني ما حسيت بحتى شيء ما بقيت حس بيه انت باية فيتنا حرام عليك يا أرو الله ينحبه على خربها ما جبش تخاطر هو بعد وخلينا وحدنا حتى المشاكل اللي عم فيهم مش في بالي باش يرجع والله اللي فهمتك حتى حد ما هو فهمك نزل كل مش في بالها نعم في هذا كل استغل في غيب وهو مرض كميلة باش نعمل في مخي علي عمركم سألتوا رواحكم علاش نتصرف هكا بين نجم نسألك سؤال عليه هربت مع رامي عليه هو بالذات نجم تسمي لي واحد بركة كنت صحاب معاه ولا نخرج معاه أنا اللي نعرفه اللي ما عندكش صحاب ولاد علي يا أخي أنا عندي صحاب بنات لا حتى أنت أختي أقرب لعبد لي عمري ما حسيتك صاحبتي طول عمرك تستنى في أسامة يا تخمم في أسامة انا نسال فيك على رامي وين جاوبتك يا اروى ما انت بتحبش تفهم كيف هو رامي هو الطفل الوحيد اللي طول عمره يسال عليا ويخمم فيا ويدللني وعمره ما تمع فيا وعمره ما خدم معايا مخه اخي ما تسالش روحك عليه يعمل هكا يا اخي تتبهلل ما تخممش عليش هو معاك هكا عليش انت بالذات نعرف اللي الغلاسيون تاعنا هي الحاجة الوحيدة اللي وقفنا بها ضد العبيد الكل خروجنا بالسرقة وتليفوناتنا بالليل أما والله إذا كل عملناه غيانكم باش نحسوا رواحنا ليبر 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 وتوا بربي لله مازلت تحس في روحك ليبر؟ لا توا ما عادش ليبر على خاطرنا ورامي عرسنا شنو؟ شنو هذي عرستو؟ شنو شنو؟ كتبنا صديق عرسنا كل العبيد الكل يا أخي بلد أنتي؟ تتعارك مع كميلة تمشي تعرس معاك هيك لا عندك لا مالي لا عائلة لا حتى حد كيف يخبوك بربي شو مش تقولوه ما تخافش عليه با مستانس عايش في فرنسا يعرف اللي العباد الكل غادي تكتب صديقهم بعد تعمل سيريموني نغمة لا 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 مش نورمال في تونس راك ماكش في فرنسا يزي من عيات سامحوني عايشكم كان باش تقعدوا تصيحوا اخرجوا لبرا احكي لها ما قلت نورمال عاد مقتنع باللي عملته اتو نحكي ما عندي ليش باش نخاف را اش بيكم تصيحوا البنات ادخل البيت وسكر عليا فهمكم ما عندي علاش باش ندخل البيت جيت نطلع على با ومروحه فوالا خايفه مش قديم مش مش ما بلدكم مراكك الو وي سي معتز مرحبا لا عاد مدام نجوى احنا نعرفوا تي كومبيتونس اون بليس احنا نلوج على بروفيل انتيغر كيفك ما يقبل بريسيون من عند حتى حد مدام نجوى نعلمك اللي الجريده نتاعنا لاهي بوق دعايه نتاع فلان ولاهي باش تبيض علان اسمعني مدام احنا كيما النجم نطلعوا ناس كيما زاد النجمون وانت تعرف خذيت رامي ولد مرتضى فاتنا؟ اي خذيت الراجل اللي نحبه بصديقي ظهر لي لهربت ولا عملت لكم العار باهي توا اخرج ما نحبش نشوف خليقتك اقلب وجهك من قدامي يا اخي مش في بالك الدنيا على قرنك تشوفني يلا وبالصفه عليك ونهار اخر نجي للدار الكبيره انا وراجلي وصغاري
هذيك حقي، وحتى حد فيكم ما هو عامل عليا مزية، وكان أي واحدة فيكم زلزيد معايا ربع كلمة نرفع عليك قضية ونطلبك أنت بالذات بحقي وحق بابا. حق شنو يا بنت كاميليا؟ نسيت حق شنو؟ حقي في رزق اللي خلي بابا عزيزي يلا أكثر من 20 سنة وانت وخيك هاو صابت لوز هاو صابت زيت هاو صابت زيتون بلا نسيت الحوت تصب في البرد وترجع القلب البحر حتى من سويني الغلة تتعدى من غادي الغادي وانت وخيك كليتوا الدنيا وتحرتوا بالآخرة وين وهالمغبونة تخليونا في الفتفيت ما تتحشمة ما تتش تسكت قدر عمتك يجيني شوية بالله يسكت انت مسكتين لك فايمك بجرد حانوت قال شنو تبيع فيها في الجراند مارك وهما شويلق وهي ما تجيش حق عصرة زيت شبيك سكت عمتي نضحك نضحك نتحاسبو وقت اللي تحب عسلمة فاضل مدى ننشد على عدنين القادري أنا راضية أم يوسف ولده تعلى البلاد تحيا العباد وتبقى حرام